السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأستاذ أسامة من مجموعة اللغات الدولية. اليوم إن شاء الله حنستكمل درسنا في برنامج البريمير برو. أخذنا أمس أساسيات البريمير، اليوم إن شاء الله راح نكمل وراح ندخل بالموضوع على طول. راح نعرف كيف راح نسوي فيديو ريل احترافي من الصفر. طبعا مثل ما تعلمنا إنه هي الواجهة الأساسية اللي نحن عندنا إياها. أول شيء طبعا بنروح على نيو بروجكت. بعد ما رحنا على نيو بروجكت بنسمي الفيديو أو بنسمي بنسمي بروجكت عنا اللي بدنا إياه، وليكن مثلا بنسمي بالعربي مثلا فيديو جديد اثنين، يعني اتفق تسمي اللي بدك إياه. بعدين اللي شو كرييت، لانه هون احنا اوريدي حاطين وين الموقع بدنا يكون. اذا انت حابب انك تغير الموقع بتغير الموقع الفيديو، يعني وين بدك اياه يكون من هون. بس انا حابب انه يكون مثل ما هو، فانا بخليه مثل ما هو. تمام، اول شيء نحن مثل ما تعلمنا انه هي الواجهة الاساسية اللي عندنا متكونة من 4 اقسام. اوكي، القسم الاول يمين، القسم الثاني، القسم الثالث، والقسم الرابع هون. القسم الأول اللي على اليسار مثل ما تعلمنا إنه إحنا بنحط فيه هون الميديا، بعدين بنجيبهم لهون بنبلش نشتغل فيه، وهذا إذا إحنا حابين نعدل على الخط، وهذا حابين إحنا نعدل على الألوان أو أي شيء بدنا إياه. هذا إن شاء الله حناخدهم في درس قادم. أول شيء حنروح على Add Your Media اللي هو Import Media، نختار نحن الفيديو اللي إحنا بدنا إياه، وليكن إنه هذا هو الفيديو اللي بدنا إياه. أو لا ثواني، في فيديو ثاني أوضح عن الريل. خلي يكون معايا. تمام، أول شيء مبدئيا بنروح على فايل، بنقول له نيو، بنقول له نيو سيكونس، أو خلاص بما إنه ما في نيو سيكونس ما في مشكلة. خلاص بنروح على أد ميديا، بنختار إحنا الفيديو اللي شو اللي إحنا بدنا إياه، وليكن هذا هو الفيديو. نحطه مثلا إيش، نحطه هون بالضبط. وليكن هذا هو الفيديو. مبدئيا مثلا بنروح بنجيب اللوجو تبع هذا اللوجو، تبع هذا التصميم. بنروح منشئ مثلا، بنجيب اللوجو ونحطه فوق على اليسار عشان يكمل عنا. اوكي، فليكن هذا هو اللوجو. راح ناخذه مثل ما هو ونحطه هيك، ونقول له خليك على كل الفيديو. نخلي الفيديو ونخلي اللوجو يختفي شوي شوي، ونخلي اللوجو من هون كامل ويظهر ايش شوي شوي. نحن حنبلش نشوف نخصص اللوجو، راح نيجي لهون راح نصغر اللوجو، اي بس نكبر الواجهة اللي فوق، نيجي لهون نكبرها بهالطريقة، ونحطها هيك، نحطها هيك. معلش حاطط اللوجو على اليسار، لأن اللوجو إنجليزي، فلازم إذا هو إنجليزي نحط على اليسار، إذا اللوجو عربي بنحط على اليمين، أو إذا ما في أساسا لا إنجليزي ولا عربي فيك تحطه وين ما بدك. تمام، مبدئيا نحن بدنا نحط السبتايتل، بنحط الكلام. إذا بدنا نحط الكلام هون راح نحطه ب راح نظهر أول شيء الرول، هنظهر بعدها الجايدز، راح يكون الكلام موجود عندنا هون بالضبط. فما نشوف هو شو عم يحكي بالأول. حابب تدرس تخصص طبي، ف
بكل بساطة أول شيء أنا مسوي فيديو قبل، فبدي أرجع لورا وقول له هيك. أوكي، بدي أخذ أول شيء أنا هاي اللاير وليكن. أنا هاي اللاير بدي أخذها هيك، بدي أحطها هون. ولا هذا ممكن أنا أشوف أحذفه من هون، ويجي لهون أحذفه، صار في عنا بالضبط. بنجيبها هلا هاي هيك، نصغرها هيك، نيجي لهون نكتب بدال هيك، نكتب حابب تدرس تخصص طب. ونكبرها شوي ونصغر هيك، خلينا نجيب ال rectangle اللي هون، ناخذ هلا السخان هاي بنحطها هون هيك. بعد كده القصات الثانوية، الأقساط، الأقساط نسيت، الثانوية كيف صار هلا؟ باخذ هلا هذه هيك حطها هون، قول له على هالحال بلش نكتب السبتايتل تبعي. ولا يهمك الحين موجود. تمام، هلا احنا بلش نحط هلا الجرافيكتي هون، بلش نحط اشياء تأثيرات وما تأثيرات. ممكن هلا نروح على هون مثلا، نكتب future motion array،
راح ناخذ هاي الموسيقى عشان نحطها في الباك جراوند. بس الموسيقى تحمل شوي. هاي هي. نشوف موسيقى ثانية. ناخذ هاي الموسيقى مثلا. طيب خلينا نشوفها. لازم أحط أوديو إيجين عشان ما أوصل الموسيقى إلا سالب 30 مثلا، أو خليها أقل 25. طبعا هلا نحن بنحاول إن نحن نخلي الموسيقى لهون بالضبط هيك، الكنترول كي نمسح هذا.
لا من لهالدرجة بدنا نخليه لها. طيب نحن نزلنا على الأيقونات، موش الأيقونات، خلينا نشوف لو نفتحها على أفتر إفكت شو راح يطلع معنا. خلينا نسوي صح، لو أنا مو مسوي يمكن شير على كل الصفحة، خلينا نسوي شير على كل نفتح الافتر افكت شوي. ليش ما بيفتح الافتر افكت؟ ما بيفتح عند الافتر افكت، غريب. يفتح هيك
طبعا فبترفكت تمامي في طول العالم. تخيل اللي نزلته شوي غريب، عم ساوي هيك ما مفتح أول وفتح بس شكلهم مش غايب، فراح نطفي. طب إذا جينا على ميديكال هون هيك لا ما في شيء هون. راح نشوف مثلا ممكن ما تاخذوش نزلتهم والله ظهر انت فاتح المايك سكرين ونحاول نحن نشوف أشياء أنيميشن الفيديو تبعنا ما في مشكلة، خلينا نشوف نرجع مرة ثانية. آه لازمنا شيء طبي، يعني عم ندور على أشياء طبية نشوفها عشان نحط أنيميشن، شيء أنيميشن يعني. خلينا نرجع لهون. الفيروسات لها ما بدها فيروسات
خلينا نشوف هذا، ننزلهم. كثير عم يطول التحميل. طيب ما في مشكلة. طيب خلينا نشوف شو هذا الأداء. كيف طلع فيديوهات؟ ناخذ هذا وهون. أوكي. طيب إذا جينا لهون، أوكي خلينا ناخذهم كلهم مثلا، نحن الآن نختار إيش اللي بدنا إياه. طيب ناخذ هذا مثلا نحطه هون، اوكي ممكن نحن هلا ايش نصغر هذا هيك
طيب وبعدين مثلا تيجي لهون، في خفف شوي الأوبجيت تبعه. الأوبسيتي هاي ناخذ الماس ونعمل هيك. هلا بنيجي عند الإلكتريسيتي ونرفعها كله هيك. أوكي ايوه هيك، شوف كيف صار عندنا، لا كأنه وراه خلينا نخفف شوية الدقة علشان يكون معنا واضح. الأقساط السنوية بدنا على المصاري، يعني هيك شيء بدل عن المصاري أو المني. أنا متذكر إنه كان في عندي نفس هيك شيء، ممكن نروح على اليوتيوب. نيجي لهون مثلا، نكتب مثلا money يعني هيك شيء. ما بدي ترانزيشن أنا، هيك شيء ايوه ها هلا ممكن نقول له شير، له كوبي، نيجي لهون نيجي لهون، ممكن نقول له تنزيل مثلا يوتيوب وننزل الفيديو، ونلصق الرابط لتحميل. بس ليش هيك؟ ما كان هيك. تحميل مثلا. كان ما خلص.
هذا هو الكوبي، نجي هون عنده بيست، هذا نرجع لهون، نروح على كلمة إيديت، هذا يعني كلمة فيديو. هلا هدول ما راح نحتاجهم كلهم، فراح نساوي هيك له ديليت، هذا احنا بدنا اياه، راح نساوي هيك له ايش ديليت، هذا بدنا اياه ديليت. نيجي لهون نحط طبعا المصاري، هذا هو هون، بس هلا نحن بدنا نفصل مثل ما تذكر، نفصل الفيديو عن الصوت، نحط هيك نفصله، نجيبه هيك، نروح على effect control، بنكبره، بنقول له الروتيشن خليه 90 عشان يكون طولي، نكبره زيادة هيك. طب هلا في عنا هون لون أخضر، شلون بدنا نشيله؟ بكل بساطة نروح على effect، بنيجي لهون بنكتب كلمة لوما، أعتقد كان اسمها لوما، لوما كي، بنحطه هذا التأثير هون، نروح على effect، نمسك بس خليني أتأكد إنه هو أساسا هذا ولا لا، ما أعتقد إنه هذا تعمل. لا مو هذا هو، مش لومك يا ثواني، يمكن الترا فيوس، رواه كلمة كي، او انه نحن بنروح على فيديو افكت كيينج كلر كي، اعتقد يا كذا كي يا الترا كي، والله صراحة انا نسيت، اعتقد نساوي هيك، اوكي ايوه بالضبط، نروح على الترا كي، شوف كيف اختفى عنا هلا اللون الاخضر وصار في عنا فقط الافكت. هلا نحن شو بنساوي؟ اذا بدنا قبل ما نحط الترا كي بنخفف الاوبسيتي تبعه، ثواني شوي، الاوبسيتي بعدين نجي لهون، نجي مثلا هيك، تقريبا هون شوي، نجي لهون، نشيل من هدول نحدد الزلمة، شوية شو سويت؟ خلينا على الأوبسيتي، إيه نرجع سويت، أنا أخطأت بشغلة، كلمة ماسك هي كلها شيلة، نجي هلأ وين لهون، اوكي خلينا هلا نساوي احنا هيك، هلا بنروح على هون،
يعني ما ضروري تكون بيرفكت. لا شو هيك بالضبط، شوف هذا شو بصير. هيك هلا كنترول كي، بعدين بنساوي هيك اللي هيك، شوف هذا كيف صارت. هلا بنروح نحن وين؟ خلينا نرجع لورا، خلينا نجي مثلا لهون اوكي. في عنا هون ساوند افكت انا ممكن نستخدمه اللي هو هاد، بمسكه هيك مثل ما هو، حطه هون هلا. خلينا نشيل هاد، نشيلها يعني، نشوف كيف هلا صار. بالضبط هيك تماما. والله شفت شلون صار، ياخذ معنا وقت كثير، يعني شوف 10 ثواني ياخذوا منا شي نص ساعة، بس شوف كيف طلعت النتيجة عندنا. لما عندكم الطقوس الثانوية هون نكمل، خلينا نحط كنترول اس ما ننسى عشان نشوف، ما ننسى علشان عشان ما يروح كل شيء. خلينا ناخذ بريك سريع ونرجع نكمل.
السلام عليكم، نرجع مرة ثانية. شكل في تحديث للزوم، هاي شو هاي؟ هي عيني، طب كيف بدي امسحها؟ طب كيف بدي امسح انا هاي اللي سويتها؟ اصبر شوي، انا شكلي جبت العيد. ليش انت ضروري كان عليك هون تجيب المحاية نمسح؟ اوكي تمام حبيت. المهم نرجع لدرسنا. خلاص ما بدي يشيلها. تمام، خلينا نكمل نشوف نحن وين صرنا. تمام، خلينا نكمل الكتابة هلا. هون بقصة ثانوي، بس خلينا نجيب ال أيوة. ستة آلاف وستمية يورو. ممكن احنا نجيب هاي. لابتوب ستة آلاف وستمية يورو. بس بدنا شعار اليوم كيف كان؟ سوني شو خلينا نجيبه من جوجل. هيك هلا بنكبرها هيك. كنا حنحطها هون هيك. هو مثل نساوي هلا برأيي أنا هاي اللوجو لازم يكون أسوأ شيء هون، هدول تحت. بالضبط، وهي نحطها هاي يا عيني. هلا هون نروح لعند الماسك، نسوي له ماسك. نقول له شوف من هيك لا شو، خلينا نرجع لورا شوي. خلينا نوصل الاوبسيتي شوي تبع وين الاوبسيتي. خلينا نوصل هلا نرجع ايش نكمل. أو خلينا نحط فت مثلا 100%، نطلع لفوق شوي. كيف كنا نطلع لفوق؟ أيوة. لا هيك يعني أنا بنرجع إيش فت ونطالعها، بنرجع إيش لفوق عشان إحنا 6600 يورو بدناها إيش تكون واضحة، لأنه هي كلمة مهمة. تمام، بنرجع الأوبسيتي بنخليها لا ثاني هاي السكيل، نحن بدنا الأوبسيتي. كم طالعها هيك؟
عليك. برأيي إنه كمان إنه وصل شوي. هون حاول نخليها بالنص. ما نكبرها شوي. الإجابة ياخذ تبع المصاري حطه مرة ثانية هون. ويندو أوديو إيجن نقول له سالب مثلا 15. هو نفس الشيء أوديو إيجن نقول له سالب 15. أنا برأيي مرتين مو حلو، بدنا هلأ أفكت الطب البشري إحنا جبناهم من وين؟ من هون. خلينا ننزل مرة ثانية. أوكي هاي. رول إفكت نطالعها لفوق. نيجي لهون للبسي تبوظها من عندي هيك نروح على هون. بناء على الإضاءة مرة ثانية. خلي 12 مليون والله. طب خلينا نور شوي أنا لو بيصير في هون. لا مو ده اللي بيدنا. أو إنه نظبطها منيح كتير. بدنا نظبطها أكثر وأكثر. خلينا نظبط الافكت الماسك اكثر لانه كثير حيكون واضح. حنقول له فت وقول له 100%.
لكن هيك أحسن. ممكن نعلي شوي الأوبسيت تبعها. ممكن نروح على اليوتيوب مثلا، انتم مثلا ساوند افكت اوكي، نفذ هذا الصوت. نروح كوبي من هو فوق، نجي لهون، نجي لوين؟ من تحميل، من انه تحميل بينزل معنا لهون، بنجيبه هيك نحطه مثلا هون، بنروح مرة تانية على بريمير، نجي لهون بنحطه هيك، نرجع لورا نجيب الصوت. وين 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 هذا بنطالع شوي هيك، نسوي له هيك، نقول له اللينك، نمسح هذا ونحط هذا هيك، نعمل هيك، بس نقول له كنترول كي ونمسح هذا ونحط هذا أساسا هيك، ماشي، بس هذا بدنا نمسحه شوي شوي هيك. اوكي هاي ناخذ الخطوة الأسهل، بس هاي نيجي لعند الواو ونحط واو بي، ناخذ هذا ونحطه وين؟ اهو خمسة آلاف وخمسمية هون، يعني حنحط ايش؟ تقريب أكثر هيك،
نحن شوي عن الأمور. أوكي تمام. وكان في عنا نحن هيك شيء عنا أسعيره أو إنه فينا بدل ما نعذب حالنا هاي نفسها نجيبها ونحطها هون وبعدين نجيب هذا ونحطها هون. ما رجلي صارت؟ لا ما صارت، انسى. خلاص يبقى مثل ما هي وحطها هون. نشوفها من الأول هلا، كنت رأيس. بدنا كمان افكت هي نجي على موشن جرافيك ثاني شوي. تمام انه وصل شوية. ايوه انا باخذها هيك عندنا ونحطها على كذا مكان. ارجع 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 كمان. تمام لا تعجب هيك لأنه ما كان في إلها مكان هاي من إنه إيش مبدئيا من إنه هون من 90 نكبرها هيك أنا من إنه إيش سكرين
ما ظبطها هاي كتير، نشوفها حاجة تانية. هذا تمام تمام اوكي ناخذها مثلا. تمام اوكي هلا هون حطها. هاي ثانية، هاي نفسها اوكي ناخذ هلا هاي هون. هلا حط وين القصص؟ خلينا نشوفها من اول جديد. ثواني في غلط صغير. هاي بدنا نوديها شوي لهون. شفت كيف صارت؟ قلبت وبقصت. كان ناخذ هاي أو ثواني ناخذ هاي وبنحطها وين؟ بس لهون نجيب هاي بنحطها هون. طيب أنا نجي على افكت هلا. الصيدلة بتدل على الأدوية وما أدوية. بتذكر إنه هون كان في شيء عن الأدوية. أيوه ها
خليني أحاول أحط الصوت. إيه، أخفف البي سي دي تبعه، أنزل هاي هيك. هي بتزبط إذا ما زبطت بنحطها تحت. ما زبط لأنه مو طالع أبدا. بعد ماسك إلا شو، مع السلامة. نكبر الأوبسيتي وننزل هاي. طيب هلا نرجع لهون. نحطها هون. اوكي، هلا شو بنساوي؟ بنروح نجيب مشاهد لجامعة قبرص الدولية. بس قبل ما نجيب بدنا ناخذ اوكي. طيب وين؟ ناخذ هاي. بدنا نروح نشوف تقريبا نخلص الفيديو، خلينا ننهي اليوم. طيب اوكي، هلا بنروح نشوف كلمة او بنروح نكتب جامعة قبرص الدولية. هاي هي. طيب خلينا ناخذها مثل ما هي ونجي لهون على ترجمة عشان يطلع لنا شو بالانجليزي. نجي لهون، خلينا نفوت على الجامعة نفسها، بتكون أكيد حاطة مشاهد عنها. أيوة طيب، خلينا ناخذ بدقة عالية جدا. هذا الفيديو راح ناخذه مثل ما هو هيك، نقول له نسوي له هيك، نقول له هيك، نقول له كوبي لينك، بعدين نيجي لهون لتحميل. بيتحمل عندنا الفيديو. نقول
عندنا ايش؟ كوفيد، حطه هون، قالوا بريمير مرة ثانية. بنروح على هون، وين الفيديو هاد؟ بس خلينا نحطه هيك. مبدئيا خلينا نشيل الصوت عنه هيك، ونكبر بس. أنا عندي 4 ثواني بس، لازم أوضح. طيب أنا بدي فيديو من يوتيوب يكون إيش طولي، خيره على الشورت كات. لأنه الفيديو تبعي، أيوه نجي لهون له تحميل، تحميل نستنى شوي. طيب ناخذه هيك، نرجع لبريمير، نمسح هذا الفيديو لأن الفيديو هذا عرضي، نحن عم نشتغل بفيديو طولي، فما كثير حيزبط معنا هذا. له unlink ونمسح هذا ونحط هذا. نلزق هاي هون، نجعل افكت ونكبر هيك. بس دقته لا، الفيديو كتير دكتور زبالي صراحة، ما بدي لا شيء عادي، بنضلنا على هداك ولو حتى كان هيداك دكتور أحسن على الأقل. هذا دكتور ما شاء الله شيء ناهي. خلينا نكبر شوي. اعتقد من انا لما احمله من هون عم يتحمل عندي بدقة مو منيحة. عشان هيك خلينا نحاول لا ثواني، مو هيك، لا ثواني. خلينا نرجع لهون، والله ما بدي اياها بهالدقة. اوكي احسن.
الفيروس. وين الفيديو؟ هذا هو. خلينا نكبره هلا. بنقول له هيك، حيحكي لي مثلا 100%، وأنا 150%. اوكي، هلا بس بقى ايش، بس مجرد كتابة. هون لازم اكتب ايش؟ بجامعة قبرص الدولية. تواصل معك في ادمشن مثلا، نحطه هيك. واحصل على قبول. لا ثواني، في عندنا خطأ هون. شوف صراحة شو على اليسار. واحجز مقعدك الآن. تقريبا خلص الفيديو، بس هاي التخصص طبي، خلينا ننزلها شيء تحت هيك. اوكي نايس، هذا هو الفيديو تبعنا اليوم. شوف كيف سوينا فيديو جدا جدا جميل.
يعني احتراق رئي الاحترافي، هذا هو المخزن من الفيديو تبعنا، وهذا هو المخزن من ايش؟ من الدورة تبعنا، لأنه نعرف إن إحنا كيف نسوي نفس الفيديوهات، إن هي هي الفيديوهات المطلوبة معنا، هي الفيديوهات المطلوبة يعني بالسوق. إن شاء الله تكونوا استفدتوا هذا درسنا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.